في مبادرة والبرنامج اللي طرح أو البيان وزير مجلس الوزراء، في يمكن غير الدعم المجتمعي في عدة أشياء مهمة جدا. في أي مجال؟ بيوقف في الجانب الاقتصادي خاصة، بيوقف التدهور الاقتصادي. أولا التمويل التمويل الغير فردي، يعني بالاعتمادات المستندية مش العرفي صالح موجود. كيف ذلك؟ مزيد من التوضيح هذه النقطة. في السابق يعني كان بيتم التمويل الذاتي، أي واحد عايز شيء يمكن يشتري دولارات من برا وبعملة صعبة، أو التحويل من الخارج، أو عملات موجودة في الخارج. يعني أضرب لك مثلا هنا في السعودية، التحويلات عن طريق الأفراد كان بيمشي خزن لشركات، ويمكن تم اعتقال مجموعة 11 واحد زائد 2 من السعوديين في الفترة الأخيرة. هذا كان بيمشي للنظام البائد وعناصر النظام البائد، وهم اللي كانوا بيستوردوا بحكم إنهم بيمتلكوا العملة الصعبة، وهو كان بيحتكروا السوق. الشيء الطبيعي، ما هي الطريقة المستندية التي ذكرت؟ الشيء الطبيعي الاعتماد المستندي. أولا الاعتماد المستندي تفتح حساب، لأنه بقى علاقاتنا علاقات بنوك عالمية، بقى نتعامل لا سيما بعد رفع الحصار. أي بعد رفع الحصار أنا عايز أستورد من البنك الفلاني من دولة الفلانية، أتفق مع المورد إني داير أفتح حساب مستندي عن طريق البنك الخرطوم، بنك أي بنك، بنك يتعاون في الخارج، أفتح اعتماد مستندي. أنا بخط مبلغ والدولة البنك الثاني بيضمن للمورد إنه هو خد مبلغ موجود عندي عن طريق الاعتماد المستندي.